إذن أنتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى مفادنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس. أهلا بك زميلي، ضعنا في آخر مستجدات الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، ما الذي جرى وما المنتظر؟ نعم، بدأت الجلسة بعد ساعتين من التأخير بسبب النصاب القانوني، عقدت في تمام الساعة 1 مساء. هذه الجلسة السرية المغلقة التي لم تسمح رئاسة المجلس بإيضاح حيثياتها لا إلى وسائل الإعلام ولا خارج قاعة الجلسة، لكن النواب حينما التقينا بهم تحدثوا على أن هنالك مواقف إيجابية من رؤساء الكتل السياسية من خلال مداخلاتهم والرسائل التي أرسلوها من مجلس النواب للحكومة العراقية بضرورة أن يكون هنالك موقف حاسم وحازم أو أمام هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية في شمال العراق. هنالك أيضا ما أفاد به نواب محافظة البصرة عن هنالك انتهاكات على المياه الإقليمية أيضا من قبل دولة الكويت. دعيني زميلتي أستغل الوقت وينضم معي الآن النائب سليمان شريف سليمان عضو مجلس النواب العراقي عند معقد كردستاني. حياك الله سيارة النائب، ما الذي دار داخل المجلس داخل الجلسة عفوا، وما وكيف ترى موقف الكتل السياسية؟ نعم، هي جلسة مغلقة حول مناقشة الخروقات والتجاوزات المستمرة على الأراضي العراقية وعلى السيادة العراقية، وتعلمون كان هناك الاستماع إلى آراء الكتل السياسية والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول هذا الأمر لكي يكون هناك القدرة والقابلية في اتخاذ القرار المناسب في قادم الأيام ومفاتحة الحكومة لكي يكون هناك النقاش ووضع النقاط على الحروف حول هذه المواضيع ولكي لا نبقى مكتوفي الأيدي حول هذا الموضوع المهم والأساسي في هذه المرحلة، وهذا الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مصلحة الشعب العراقي وأرضه ومياهه ومصلحته في جميع ربوعه من إقليم كردستان وإلى بقية المناطق. برأيك هل سيكون الموقف باتجاه مقاطعة اقتصادية أم أن هنالك تحركات لربما ستكون دبلوماسية فقط؟ كيف ترى أو كيف تقرأ؟ والله البرلمان العراقي والحكومة العراقية مطالبة باتخاذ جميع الأمور التي من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار العراق، فإذا كان لهذه الدول رأي آخر بأنها تستمر في التجاوز كما حصل اليوم حيث في هذه الدقائق يحصل تجاوز على الأراضي العراقية وعلى السيادة العراقية في بعض المناطق في قريبة من كركوك، فيبدو أن هناك أسرار من هذه الدول، فعندما يكون هناك أسرار فعلى البرلمان العراقي وعلى الحكومة العراقية والرئاسات الثلاث والكتل السياسية اتخاذ رأي مناسب لردع هكذا أمور لكي يكون هناك عدم التجاوز على سيادة العراق في قادم الأيام، ولكي نحافظ على القسم الذي أقسمنا على أنفسنا بأن نحافظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره ومصلحة شعبه. أخيرا سيارة النائب، هنالك من يتحدث حتى من أعضاء مجلس النواب أن ضعف القوى الأمنية المتواجدة على الأراضي المتجاورة بين إيران والعراق والعراق وتركيا هي سبب في هذه الهجمات. نعم أخي العزيز، لحد الآن العراق يفتقر إلى الكثير من الأمور التي من شأنها ردع هكذا أمور، على سبيل المثال منظومة الدفاع الجوي وكثير أمور عديدة أخرى وأمور لوجستية يحتاجها الجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية. هل ممكن أن تدخل هذه؟ أكيد، كان هناك المطالبات بأن يكون هناك تخصيص مبالغ لازمة لهكذا أمور وتوفير كل ما من شأنه للأجهزة الأمنية العراقي والجيش العراقي من السبل للدفاع عن سيادة العراق وأرضه ومياهه. نعم شريف سليمان، شكرا جزيلا لانضمامك نعم معي محمد. في نشرة الثالثة. نعم أود كما أن أشكرك على هذه الإحاطة. هنالك نعم مفادنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا لك زميلي.